اهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية من مركز الاخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف ونستهل نشرتنا بابرز العناوين. البحرين في صدارة العالم كافضل وجهة عالمية للمغتربين للعام 2017. طيران الامارات تتوقع استعادة طاقة رحلاتها للولايات المتحدة في غضون 6 الى 9 اشهر. البنك المركزي القطري يرفع عوائد إذون الخزانة بالتزامن مع تفاقم أزمة السيولة في البلاد. 3 ملايين برميل في أسبوع. أهلا بكم من جديد. تصدرت مملكة البحرين دول العالم في قائمة أفضل الدول للحياة والعمل بالنسبة للعمال الوافدين خلال العام الجاري 2017، متجاوزة دولا لطالما استحوذت على رضا العمال الأجانب. وبحسب تقرير مؤسسة إنترنيشنز السنوي عن العمالة الوافدة حول العالم، جاء تفوق البحرين بدعم تحسن أدائها في كل المؤشرات التي ينظر إليها التقرير، خاصة من حيث القدرة على العمل بدون الحاجة لتعلم اللغة المحلية مع حسن الاستضافة والمعاملة وإجادة الجميع للغة الإنجليزية مما يسهل من التفاهم. كما شهدت المملكة في مؤشر تكلفة الحياة استقرارا عند المرتبة 28 عالميا، وتحسنت مرتبتها ب 13 مركز في مؤشر المالية الشخصية مع وجود 68% من العمالة الوافدة في حالة رضا عن أوضاعهم المالية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر هاتف النشرة الاقتصادية المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال الدكتور يوسف مشعل. مرحبا بك معنا. وبداية دكتور، ثمة عوامل اجتماعية وثقافية وراء تربع البحرين على عرش العالم بالنسبة لرضا العمالة الوافدة حول العمل والعيش في المملكة، فما هي أهم العوامل الاقتصادية وراء هذا التميز البحريني؟ مساء الخير أختي. طبعا المملكة احتلت المرتبة الأولى عالميا باعتبارها الوجهة المفضلة للمغتربين. هذا الاستطلاع الشامل للآراء اللي يجري عادة كل سنة موقع إنترنيشنز العالمي، وفي السنة الماضية كان موقع البحرين كان رقم 19، وفي 2017 طلب إلى المرتبة الأولى. نعم. هذه الأمور بفضل التغيير الذي أوجده جلالة الملك منذ أن تسلم سدة الحكم، أثبتت البحرين أنها الأفضل في جودة الحياة وسهولة الإقامة والعمل في الخارج والحياة الأسرية والأوضاع المالية الخاصة من تكاليف الحياة. ومعروف عن مملكة الحبيبة أنها حقا بوتقة جميلة تحتضن مختلف الثقافات وشعبها، ودود يرحب بجميع الأجانب من جميع أنحاء العالم. نعم. البحرين هي سباقة في إحراز المراكز الأولى في الكثير من الاستطلاعات العالمية. هذا شيء يعني شفناه ونسمع عنه دائما. البحرين جاءت الأولى عالميا في مجال الحياة الأسرية بشكل عام، وجاءت الرابعة في مجال الموقف الودود تجاه الأسر التي لديها أطفال. نعم. هذا الشيء ناتج عن أن البحرين وفرت جميع وسائل الراحة والعمل للمستثمر الأجنبي وللعامل الأجنبي. نعم. المستثمر الأجنبي وفرت له التملك الكامل للعمل، الكفالة الشخصية، تملك العقار، سهولة تحويل الأموال، وخدمة الإقامة بالكفالة الشخصية للأجانب المتقاعدين والأجنبي الذي يمتلك سكنا في المملكة. أما في ما يخص العامل أو العامل الأجنبي، في نفس الوقت هيئت كل وسائل الراحة للعامل الأجنبي من سهولة الانتقال من عمله إلى آخر وبدون احتكار من الكفيل، وأعطت أيضا حرية كفالة الأجنبي لنفسه، وهذه أمور لا تتوفر في أغلب دول العالم. نعم. هذا الشيء الآن يكون هو نقطة مهمة جدا لتسويق
البحرين خارجيا ولتسويق البحرين للاستثمارات الخارجية وللاستثمارات الأجنبية. وهذا إثبات كبير لأي مستثمر أجنبي في أي مكان في العالم يرى البحرين وهي واحة الاستثمار، واحة المستثمرين، يرى البحرين ويرى كيف هيئت البحرين لكل من هو أجنبي يعيش ويود يعيش في البحرين، هيئت له جميع وسائل الراحة سواء كانت المعيشية أو العملية. نعم، المحلل الاقتصادي ورجل أعمال الدكتور يوسف مشعل، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا مع استعراض إغلاق البورصات الخليجية بنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7360 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.75% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6897 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.3%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4453 نقطة بانخفاض طفيف أيضا بلغت نسبته 0.8%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1315 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.33%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1,574,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 400,000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45% من القيمة الإجمالية للأسهم. في خبر آخر، قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك إنه يأمل بأن تستعيد الشركة أكبر ناقلة جوية في الشرق الأوسط طاقة رحلاتها إلى الولايات المتحدة في غضون 6 إلى 9 أشهر. وقال كلارك في مؤتمر للقطاع في لندن إن الطلب على السفر لا يزال قويا إلى حد ما، معربا عن أمله في استعادة الطاقة الاستيعابية لطيران الإمارات إلى الولايات المتحدة بعد خفض رحلاتها على 5 مسارات أمريكية في مايو الماضي، وعزت ذلك إلى انخفاض الطلب بسبب قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وذكر رئيس شركة طيران الإمارات في يونيو الماضي كلارك أن الطلب على المدن التي خفضت طيران الإمارات رحلاتها إليها بدأ في التحسن. باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1 مليار ريال قطري في عطاء شهري أمس بعد أن رفع العائد عن العطاء السابق لجذب المستثمرين، فيما هبط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، وذلك بسبب المقاطعة العربية لقطر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. في مؤشر على تفاقم أزمة السيولة التي يعاني منها الجهاز المصرفي القطري، اضطر مصرف قطر المركزي إلى رفع العوائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر و6 أشهر. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المركزي القطري قوله إنه باع أذون خزانة بقيمة 1 مليار ريال قطري في عطاء شهري أمس مع ارتفاع العائد عن العطاء السابق. وباع البنك أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 650 مليون ريال قطري بعائد قدره 2.25% بما يتجاوز العائد السابق الذي باع به البنك أذونا بقيمة 750 مليون ريال قبل شهر، في علامة على أن المقاطعة العربية ما زالت تضغط على السيولة في سوق النقد المحلية. ويعاني الجهاز المصرفي القطري من أزمة سيولة حادة بسبب نزوح الأموال والاستثمارات إلى الخارج،
مضطرة السلطات القطرية إلى ضخ نحو 22 مليار دولار خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بالتزامن مع قرار مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري. وكان مصرف قطر المركزي توقع في تقرير سابق أن يسجل عجز الموازنة العامة نسبة 9% من الناتج المحلي في العام الجاري، على أن يصل العجز إلى 9.1% في عام 2018، فيما توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المقبل دون أن يلمح صراحة إلى تأثير المقاطعة على أوضاع الاقتصاد في الدوحة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. للمرة الأولى هواوي تتفوق على أبل في سوق الهواتف الذكية. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء يستهدف رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتمويل الحكومة لمدة 3 أشهر، وسيتم إرفاق الإجراء الخاص بالرفع المحدد لسقف الدين العام والتمويل الحكومي مع قانون يستهدف توفير المساعدات لضحايا الإعصار هارفي الذي ضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيخوض خلال الأسبوعين المقبلين فيما وصفها بتفاصيل مهمة عن خطته للإصلاح الضريبي التي كان ينقصها التفاصيل الدقيقة بعد شهور من النقاش بين الإدارة وزعماء الكونغرس. أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أصغر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع خفض مصافي التكرير الإنتاج في حين انخفضت كل من مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقال المعهد أن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول سبتمبر الجاري لتصل إلى أكثر من 462 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 4 ملايين برميل. وارتفعت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بواقع 669 ألف برميل. وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام انخفض بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا تمكنت شركة هواوي الصينية من التفوق على أبل لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، وذلك من حيث المبيعات خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. وأظهرت بيانات أعلنتها شركة الأبحاث كاونتر بوينت ارتفاع حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية العالمي إلى نحو 12%، بينما قدرت حصة أبل بأقل من 10% خلال شهر يونيو الماضي، وذلك قبل أن تقترب صانعة آيفون بشكل كبير من حصة الشركة الصينية في يوليو. وقال مدير الأبحاث لدى كاونتر بوينت بيتر ريتشاردسون في تقرير للشركة إن هذا التحول يعد علامة هامة في مسيرة هواوي التي تعتبر أكبر علامة تجارية صينية للهواتف الذكية والتي تحظى أيضا بتواجد عالمي متنام. وبهذا الخبر نأتي مشاهدينا إلى ختام جولتنا الاقتصادية ونذكر بأبرز ما جاء فيها. البحرين في صدارة العالم كأفضل وجهة عالمية للمغتربين للعالم في عام 2017. طيران الإمارات تتوقع استعادة طاقة رحلاتها للولايات المتحدة في غضون 6 إلى 9 أشهر. البنك المركزي القطري يرفع عوائد إذون الخزانة بالتزامن مع تفاقم أزمة السيولة في البلاد. ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل في أسبوع.
وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ونذكركم بالتواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.ph. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.